الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه ودرج على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحديث بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته وكرمه ومنته يدور حول خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق الرحمة. الرحمة خلق أو صفة ملازمة لرسالة الإسلام حثت عليها هذه الشريعة العظيمة، بيّنها ربنا جل وعلا في كتابه، بل جعلها الغاية العظمى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة إلى الله عز وجل. فخاطبه ربنا جل وعلا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يجمع ربنا جل وعلا هذان الوصفان أو الاسمان من أسمائه لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فوصفه ربنا جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ظهرت هذه الرحمة وكانت صفة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمته بالأطفال ورحمته بالصحابة ورحمته صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه، بل ظهرت هذه الرحمة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الرحمة بالحيوان. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال لما دخل الأقرع بن حابس التميمي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال: والله يا رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو نزعت الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على الرحمة فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالواجب على الناس أن يتراحموا وأن يتوادوا وأن يتعاطفوا وأن يرق قلبهم إلى قلوب بعضهم البعض امتثالا واتباعا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.